إذا نبقى في عدن، وينضم إلينا من هناك محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد. لواء سعد، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، قراءتك لهذه الخطوة التي قامت بها الإمارات، وكيف ستنعكس عمليا على الأرض؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هم من قدموا الدعم العسكري منذ تشكيل المقاومة الشعبية التي اشتركت وبقوة والتحمت بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنوا من تحرير العاصمة عدن ولحج وأبين، واليوم يخوضون معارك في أماكن أخرى. نحن نكن كل الاحترام والتقدير لأشقائنا من الذين ودعناهم بالأمس، ونستقبل باليوم رجالا أوفياء صادقين من أولاد زايد رحمه الله. أنهم أثبتوا أنهم شرف للأمة العربية بكاملها، وليس فقط لدولة الإمارات أو لليمن. أنهم رجال أقوياء أشداء، عرفناهم في المحن، عرفناهم في الإغاثة، عرفناهم في التعمير. أنهم رجال يكن لهم الناس وأبناء هذه المدينة الجميلة كل حب واحترام. إننا نقدر كل الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة. طيب لواء سعد، لو تعطينا الآن فكرة، يعني آخر التطورات الأمنية، الوضع الأمني في عدن، وكذلك الوضع الإنساني. فيما يخص الوضع الأمني في عدن، نحن سعداء ومرتاحين جدا للتطور الملموس الحاصل في عدن، ويشهد على ذلك ما ترونه الحشود التي تتواجد لأداء الصلوات في مساجدنا، التي ممكن أن ينعكس في التواجد الكثيف لطلابنا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي كل الكليات جامعة عدن والمعاهد والكليات الأخرى، ينعكس في التواجد أبناء هذه المدينة على شواطئها وفي الأسواق. ذلك إنما يدل على شيء، إنما يدل على أن الأمن والاستقرار قد بدأ يستتب في عدن، والحالة مستقرة، ولا توجد ما ينقص على حياة الناس. بالنسبة للجوانب الإنسانية، لا ننسى دور مركز الملك سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والهلال الأحمر الإماراتي والقادم من دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتهم في الإغاثة وفي إعادة التعمير لمدينة عدن، حيث أنجز عدد كبير من المدارس والمستشفيات، وهناك خطة طموحة لإعادة تأهيل المدينة بكاملها. طب لو نتحدث عنها قليلا لواء سعد، هذه الخطة تحديدا في القطاع الخدمي في المدينة، في المحافظة. هناك خطة بعد استكمال المدارس والمستشفيات، تأهيل الملاعب وتأهيل الفنادق وتأهيل الطرقات والجسور وغيرها من المشاريع ذات الصلة بالحياة العامة داخل المدينة. كما هناك خطة طموحة لإيجاد عدد من المنشآت الجديدة مثل المطارات والمواني والألسنة البحرية والتشجير والحدائق وكثير من الجوانب الأخرى ذات الاتصال بالعالم الخارجي في جانب الاتصالات والإعلام والصحافة. نعم، أشكرك جزيل الشكر من عدن، محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد.